مرحبا بالجميع، أنا اسمي آدم وأهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم سأخذكم في رحلة مميزة إلى الريف الأوكراني لنعيش تجربة غير عادية، وهي تجربة العيش في الريف الأوكراني خلال فترة الحرب مع روسيا. تابعوني لنكتشف كيف تسير وصلت الآن إلى الريف الأوكراني. الطبيعة هنا خلابة، لكن الوضع لا يخلو من التحديات. سأبدأ بالتعرف على الحياة اليومية في هذه المنطقة وكيفية التكيف مع الظروف الحالية. ها أنا في منزل أهل زوجتي وهم أوكرانيين من أصول روسية. سأقضي بعض الوقت معهم لأتعلم كيفية العيش هنا. الحياة في الريف هنا بسيطة لكنها مليئة بالتحديات. لنبدأ بالتعرف على الأنشطة اليومية هنا. Вы видите, у нас очень много дров, потому что зимой в Украине они стоят очень дешево, и если мы их купим, то мы можем зимой, например, отапливать их, я не знаю, камин топить и так далее. И обычные деревья, и большие дрова, которые потом нужно колоть. دائما فلاحين يحبون يزرعون الفواكه مالتهم الطبيعية في بيوتهم حتى تكون من غير مواد كيميائية، لأنه أغلب الفواكه اللي موجودة في كل العالم بتكون فواكه كيميائية بها مواد مسرطنة، مو بس الفواكه، المواد الغذائية كلها بالكامل. فهذا هو يعتبروه الوقود الصحي مالتهم، اللي هو سر من أسرار اللي يخليهم يحافظون على صحتهم. لذلك تشوفون في أوروبا أكثر الناس يكونون معمرين، السبب أنه يأكلون أكل أورغانيك أو أكل صحي. عندهم هذه الشجرة بالكامل، هي شجرة العنب، الطماطة، هناك عندهم زارعين الفلفل، شوفوا هذا الفلفل الأخضر، وهذا هو الفلفل الأحمر، شوفوا بعد شنو موجود، أكو باذنجان صغير. طبعاً غير العنب الأبيض اللي كان موجود، عندهم بعد العنب الأسود، شوف العناقيد كلها فريش. يعني حتى الطعم يجنن. ذلك أكثر الدول العربية يصدرون الفواكه والخضار من أوكرانيا حتى تكون ما بيها مواد كيميائية. Моя мама очень любит цветы садить, и поэтому у нас все засажено цветами. هنا ايضا مثل ما تشوفون موجود العنب الاصفر، الطعم خرافي. وهناك خالين البطاطا والبصل والعرموط، يعني مقسمين الحديقه مالتهم، الارض مالتهم ارض ذهب، كل شيء بيها، شو تريدون انتم براسكم موجود في اوكرانيا. لذلك سبب الحروب اللي تصير في اوكرانيا هو يريدون انه امريكا ياخذون هذه الارض الذهبيه حتى تمول الأوروبا كلها والأمريكا بدون مصير ضرائب عالية. وروسيا أيضا عندهم أرض ذهبية، عندهم اليانتار والياقوت والعنبر وعندهم كثير شغلات، بس روسيا بالوقت الحالي تريد أيضا تأخذ أرض أوكرانيا حتى ما يفرضون عليهم الضرائب. يعني أكو هواية شغلات مبطنة ما يصير يعني الواحد يتكلم بيها. هذا الأكل الأوكراني هو مربى الكرز على الكريبس، اللي هو خبز ودهن شو ما نسميه احنا. نعم صدق. هذا ديال الايو. اوبا. هذه مربى بالتفاح. كجي بالكاميرا كيو يا منفوسنا. لايك توم جاري. نستياشي. شوفهم هذه اسمها أغلوبسي، مثل الدولمة العراقية سوتها البابشكا.
Слушай, ну так они, ну если мы возьмут нас в это евро, в это НАТО, это самое. Мы будем сами, своими, что да. Что они скажут, и мы будем. Мы будем. كانت المحادثات مع السكان المحليين ملهمة، أنهم يعيشون تحت ضغط كبير، لكنهم يظلون صامدين ومتفائلين. طبعاً هاي الغرفة مسويها ديفيد حتى يلعب بألعابه. هنا أنا خالين البلاي ستيشن مال ديفيد. هنا أنا كل الملاعب مال ديفيد. فدائماً يحب يروح بيت جده ويلعب بأغراضه ويرجع بيته ويلاقي أغراضه. شوف هوت دوغ إز كارتوشكا. Давай, возьми. Смотри. Сови, باخر الساعة 9 الصبح الآن وقررت أنه أحلق شعري. فأنا كنت عايش هنا قبل 7 سنين وكان أكو بنية دائما تحلق شعري بهذه المنطقة. فقررت أنه أروح أشوفها هل هي بعدها موجودة أو هل هي تركت عملها. بنفس الوقت قررت أشوف أسعار الآن مع الحلاقة بالقرى الأوكرانية. قرى مدينة أوديسا أو متغير. شوفوا هاي المحطة مع الباص، هنا ينتظرون أهل القرى الباص يجيهم حتى يروحون إلى مدينة أوديسا. طبعا منا ينتقلون سعر التذكرة ب 15 قريبا يعني نص دولار. هذا المجمع السكني اللي تشوفوه صار له 7 سنين واقف على حتى ما خلص، وهذا المجمع الوحيد اللي نجح اسمه مجمع مارينسكي. ذاك الوقت كان نفس هذا بس حققوا مبيعات وخلص قبل 6 سنين. شوفوا شلون يبيعون صبح اهل المخضر يخلون كراتينهم هنا برا. الحلاقه صار بالفرع على اليمين تابع من ضمن المجمع السكني، وهذا الصالون وصلت. خل اشوفه بعدها موجوده ولا لا. طبعا هذه هي الحلاقه اللي وصلتكم عليها، شوفوا شلون سوت لي قبل وبعد. طبعا مثل ما تشوفون خلص من الحلاق، هذا الشكل الجديد الادم. طبعا كل هاي الحلاقه سعرها بس 10 دولار، والجودة اللي موجودة من ابن صاحبتي ولا أروع. حكينا هواية شغلات تخص الحرب راح أسولفها لكم بعدين. الطقس هنا غير مستقر وأحيانا تنقطع الكهرباء مما يجعل الحياة أكثر صعوبة. تعلمت كيفية التعامل مع هذه المشاكل البسيطة مثل تسخين المياه بالطريقة التقليدية وتخزين الطعام. راح اخذكم الان الى مكان سري موجود في القرى الاوكرانية عادة. هذا المكان يستعملوه بالعادة حتى يحفظون اكلهم اللي هو القبو. راح ادخلكم جوا واشوفكم شنو موجود بالداخل. العادة كل القرى المزارعين لأوكران يحفظون أكلهم بنفسهم. مثل ما تشوفون هنا خالين الشجر، هنا خالين معجون الطماطم مع المخللات، هنا خالين أنواع المربى يعني مربى المشمش، مربى الكرز، التفاح، بالإضافة خالين هنا الطماطم. Это называется убежище во время тревоги. Потому что здесь есть вентиляция, здесь есть еда, вода. Наверное, бабушка убрала. Здесь были кровати на всякий случай. Если тревога всю ночь, например, можно остаться поспать. Так. Hadiye ekle Ukrayna isimhe galubtsi. Baliraki dolma. طبعا هم ياكلون الدولمه الاوكرانيه، يخلون وياها لبن وما يطبخوها بالبهارات مثل ما احنا نسوي بالعراق، يعني دبس الرمان والمعجون. يسووه هيك لون فاتح، وما يسوون بالورق مال العنب، يسوون باللهانه. صراحه طيبه وصحيه اكثر، انه ما بيها هوايه بهارات حتى تسوي القرحه. بس تعرفون العرق العراقي يحن يحن على الطعم الطيب. الشعب هنا قوي جدا ويتحلى بروح عاليه رغم كل الظروف هذه الصعبه. هذه اللي تشوفوها الان هذه كلها ميداليات مال ابو زوجتي. ابو زوجتي هو عداء رياضي وهوايته التسلق على الجبال والركض في سباقات الماراثون والتجديف الكيادك، وماخذ البطولة رقم 2 في اوكرانيا. فتخيلوا الشعب الاوكراني كلهم بدايتهم شلون ديفيد، هم وصغار يلعبون الرياضة. وهذا ابو زوجتي ومزوجتي من الزوجة. هذه انستاسيا من كانت صغيرة،
وهذه أنستاسيا وأختها، وهذه أمها وهي وأختها. كانت هذه تجربة لا تنسى، وأشكر كل من قابلتهم هنا على ضيافتهم وكرمهم. إذا عجبتكم هذه الرحلة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لدعمي في تقديم المزيد من المحتوى. شكرا لمتابعتكم، وأراكم في الفيديو القادم.